الان غادي نقدموا واحد الفطائر تبارك الله عليك حليمه، كتصوبي فطائر على شكل تركي، معروفين انهم اليوم دخلوا ايضا المائده المغربيه، وعندك ايضا واحد الشكيه ديال الفطائر اللي جاوا مربعين، جاوا بحال ملوي يعني مربعين. نعم. وفيهم واحد الفراغ الوسط. نعم. وهذه حتى هي وصفه سهله واقتصاديه. نعم، وصل بداو بهذا الفطائر على شكل رغيفات. إيه. بالنسبة للعجينة فنحتاجو ثلاثة ديال الكيسان ديال الدقيق الأبيض، يعني واحد هي 500 غرام، فنقسموها بين ثلاثة الكيسان ديال الفورس وكاس واحد ديال الشينو. نعم. غنحتاجو بيضة واحدة، اللي ما بغاش يدير البيض غادير واحد جوج معالق كبار ديال ياغورت الطبيعي دون سكر. نعم. جوج معالق ديال الزيت. زيت المائدة ولا زيت الزيتون اللي بغيتي، اللي بغات السيدة على كل ملح اللي بغيتي، معلقة ديال الزبدة ومعلقة مع مرش ديال الخميرة ديال الخبز. نعم. شوية ديال الملحة وشوية ديال البزار والماء باش غنعجنو هاد العجين. طريقة ديال العجينة فهي عادية، بس الطريقة كنديرو الخميرة كتفاعل مع السكر والماء وكنغطيوها، كنوجدو الطحين ديالنا، كنضيفو له الزيت والملحة والبزار. نعم. وكنضيفو ديك الخليط ديال الخميرة مع الماء والسكر. وتنجمعو عادي. نعم. بالماء. أيه. يعني كتجمع كنزيدو لهاديك معلقة الزبدة، هاد المرحلة هاد القضية ديال معلقة الزبدة في التالي، كتجيب العجينة رطبة وخفيفة. نعم. كنزيدو حتى التالي وكندمجوها، صافي وكندلكو واحد شوية ونخليوها تخمر. ماشي كتخمر لدرجة الخمير، مهم واحد نص ساعة، خليوها نص ساعة مغطية بواحد البلاستيكة في الكسعة ديالكم أولا فاش كترجنوا. بالنسبة للحشو فهو حتى هو اختياري، أنا نقترح لكم الحشو ديال اللحم مفروم أي الكفتة، تقريبا واحد الرابعة أي 250 غرام. إيه. مع بصلة مشلضة رقيقة، دابا لو كنت ديال البصلة البيضاء من الأحسن تتشحر بسرعة. والفلفلة ألوان، ودائما كنقول خضره على حسب الرغبه، ممكن جزر ممكن قرعه، انا نكتفي دابا غير بالفلفله الوان. غنحتاجو كذلك جبن ساندويتش او الاحمر. نعم. بالنسبه للتوابل اللي غادي نديرو، ملحه وفلفله، فلفل اسود اللي هو البزار، والتحميره وشويه ديال الصلصه الحاربه باش غادي نسمو، يعني نعطيو الحروق. نحتاجو شويه د بودره التوم، اذا كانت ما كانش ماشي مشكل، يعني ممكن استغناء عليها. نعم. صافي فقط هادشي اللي غنحتاجو. وغنحتاجو كذلك الصلصه ديال الطماطم ديال البيتزا، اي صلصه معتمده عندكم. نعم. الاخضر والجبن المحكوك باش غادي نزينو في التالي. نعم. ملي كتخمر العجينه وكتكون الحشو ديالنا، دي نبداو بالحشو ديما باش كنخليوه يبرد على خاطرو. تيكون برد كنجيبو العجينه ديالنا كنقطعوها بحال اللي كنفرقوا المسمن. كويرات اللي هي صغيره، ما نكثروهمش، صغيره. ندهنوهم بشويه الزيت ونخليهم يرتاحوا. منين كيرتاحوا واحد 10 دقائق تقريبا، كنجيبو كل كره وكنبقاو نطلقوها بالزيت رقيقه. كنديروا داك جوب ديال الساندويتش بعد ما كنقطعوه على اربعه، ديك المربع كنقطعوه على اربعه، كنديروا واحد الطريف في الوسط، كنديروا فوق منه الحشو. الا ما عندكم جبن الساندويتش وبغيتوا ديروا الجبن المفروم، فحتى كديروا الحشو عاد كديروه فوق منه. كنطويو بحال كنطويو المسمن او الرغايف، وما تنوصلوش للطرف، يعني كندير غير الجناب. ما عرفتش كيفاش نوصفها. لا واصله الفكره. بحيث كيوقف الوسط عندنا الخوا، الخاوي باش ما كيتنفخو ليناش في الفران، حنا ما كيتنفخو ليناش في الفران بحال اللي كيتنفخ المسمن العادي اللي كنعمرو وندخلوه للفران. صافي كنستمر بنفس الطريقة حتى كنشكلهم كامل، العجينة كنطلقها بالزيت رقيقة، كنطوي بحيث ما كنوصلش الطرف بحال اللي كندير المسمنة، هادني كنخليها هكا في الجنب، كتبقى لي واحد المربع صغير في الوسط، وكنصفوهم صفيحة مدهونة بالزيت أو مفرشة بورق الطبخ. غير كنتهيو مباشرة كندهنو بالصلصة ديال الطماطم من الفوق. وممكن حتى نطيبوهم نص طياب، إلا ما بغيناش ديك الصلصة ديالنا تنشف. إلا بغيتوها تحسو بها بحال اللي كتحسو فيها بالبيتزا، فتا كتطيبو نص طيبة عاد كتخرجوهم دهنهم وتعاودو تردوهم.
يعني كاين جوج ديال الاختيارات. إيه. ملي كندهنوا كندوزوا شرائح الزيتون من الفوق وندخلوها طيب مزيان نار مهيله كتحمر من التحت وتعاود تحمر لينا من الفوق. نخرجوهم نديروا فرماج رطبي جهه يعني تكون شويه غليظ باين كنديروه على السطح يعني فوق منها وكندخلوه غير يدوب وكنخرجوه. صافي هذه الشيوه ديالنا والراحه. تبارك الله عليك.